زارع أول شركة زراعية تكنولوجية، وتم اختيارها كأفضل شركة لخدمة القطاع الزراعي المصري. أسسها مجموعة من الشباب المتخصصين في القطاع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والتمويل المالي، وهدفهم تطوير القطاع الزراعي المصري، وكمان تطبيق نظم الزراعة التعاقدية مع صغار المزارعين وإنتاج أفضل المحاصيل الآمنة للسوق المحلي والعالمي، وبالتالي زراعة النباتات الطبية والعطرية من أهم أهداف الشركة، لأن 80% من مساحتها بيتحكم فيها صغار المزارعين. تعالوا نقابل الدكتور مصطفى عفيفي مدير القطاع الزراعي في شركة مزارع. أنا مصر أن حضراتكم أمل كبير للعديد من المزارعين، وخصوصا اللي حيازتهم صغيرة، ودي حيازات القطاع اللي بيزرع النباتات الطبية والعطرية. النهاردة بنقدم لهم إيه؟ بنقول لهم إيه؟ بنشجعهم على زراعة النباتات الطبية والعطرية إزاي؟ الموضوع ببساطة شديدة عند كل المزارعين هي في المقام الأول تسويق، فديت اهم حاجه احنا بنبص عليها، ان انا بوجد فرصه تسويقيه للمزارع وبخش معاه بحته الدعم الفني، واوفر له البذور الجيده، وبوفر له ارشاد زراعي جيد، وبضمن له تسويق لمحصوله، وبالتالي بتقدر تخدمه بشكل قوي. يعني ايه اللي مطلوب من مزارع من النباتات الطبيه والعطريه، وبتدربوا الناس عليها ازاي؟ حاليا احنا مطلوب مننا كميات كبيره من النباتات الطبيه والعطريه زي الكاموميل وزي الريحان والنعناع، وكل ديت محاصيل بتشتهر بها كمان محافظه الفيوم وبني سويف. يمكن النهارده احنا موجودين في مهرجان في أرضهم في مهرجان طبعا النباتات الطبيه والعطريه الاول اللي بتعمل هنا في الفيوم، والفيوم من المحافظات الرائده في المجال ده. وعندنا طلب من المزارعين على مدار الفتره اللي فاتت، ان احنا كل يوم بيجي لنا طلب على محصول جديد. مطلوب من شركه عشان تصدر، ولا مطلوب من حضراتكم من شركه بره؟ يعني احنا هنصدر هذه المنتجات لصغار المزارعين. احنا مزارع بتتميز بحاجتين، الحاجه الاولانيه بان هي بتوفر المنتج مجهز صالح للتصدير لصالح الشركات المحليه، وليس للتصدير مباشره. ولا الشركات المحليه بتصدر بشكل مباشر، بس انا بعمل كل الخطوات اللي المزارع المصنع عايزها عشان يقدر يصدر بره. فاحنا يعني كل المنتجات عندنا بتطلع في الاصل للتصدير. يعني من خلال حضراتكم ممكن شركات كتيره جدا تظهر في السوق المحلي مهمتها التصدير، يعني يفرغ دماغه للتصدير. فرغ دماغه للتصدير. احنا متوليين الجناح الزراعي بتاعه، احنا متوليين الاداره الزراعيه للمزارع.